بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى. يقول: باب فساد التقليد ونفيه، والفرق بين التقليد والاتباع. وعن الحارث الأعور قال: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن مسألة فدخل مبادرا ثم خرج في حذاء ورداء وهو مبتسم، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنك كنت إذا سئلت عن المسألة تكون فيها كالسكة الرحمة. قال: إني كنت حانقا ولا رأي لحانق. وأنشأ يقول: إذ المشكلات تصدين لي، كشفت حقائقها بالنظر، فإن برقت في مخيل الصواب عمياء لا يجليها البصر، مقنعة بغيوب الأمور، وضعت عليها صحيح الفكر، لسانا كشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر، وقلبا إذا استنطقته الفنون أبر عليها بواه درر، ولست بإمعة في الرجال، يساءل هذا وذا ما الخبر، ولكني يا شيخ صفوان ما أبين مع ما مضى ما غبر. يا شيخ صفوان، السلام عليكم. أيوة شيخنا، أنت كأنك تتكلم من تحت الماء، رسالة من تحت الماء، لأنك في مكان يبدو أن الشبكة يحدث تأخر في الصوت، فيخرج كأنه فيه غرغرة وفيه شنشنة وفيه حنحاشة، فأنت يعني اذهب إلى مكان تكون فيه الشبكة جيدة ثم أتحفنا. جزاك الله. أسعدك الله يا شيخ. كيف الوضع كذا الآن؟ بسم الله. شيخنا، هل الصوت الآن إن شاء الله أنه واضح؟ استعن بالله. ابدأ فضيلتي، تفضل. أبدأ من الأول يا شيخ؟ لا 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 لا، ابدأ من حيث انتهيت أحسن الله لك. طيب. قال أبو علي: المخيل السحاب يخال فيه المطر، والشقشقة ما يخرجه الفحل من فيه عند هياجه، ومنه قيل لخطباء الرجال شقاشق، وأبر زاد على ما تستنطقه، والإماعة الأحمق الذي لا يثبت على رأي، والمذرب الحاد، وأصغراه قلبه ولسانه. قال أبو عمر: من الشقائق ما روي عن أنس أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يخطب فأكثر، فقال عمر: فإن كثيرا من شقاش الشيطان. وعن علي رضي الله عنه قال: إياكم والاستناس بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه، فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه، فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، وإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في البشر. وأنشد الحسين ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا لنفسه، وكان أفضل أهل بيته وزمانه في وقته. تريد تنام على ذي الشبه، وعلك إن نمت لم تنتبه، فجاهد وقلد كتاب الإله لتلقى الإله إذا مت به، فقد قلد الناس رهبانهم، وكل يجادل عن راهبه، وللحق مستنبط واحد،
وكل يرى الحق في مذهبه، ففيما أرى عجب غير أن بيان التفرق ما أعجبه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبه، لأن هذا أسلوب، هذا هو الآن لو قلنا ما أعجبه كأنه استفهام، لكن هنا تعجب، ما أعجبه على وزن ما أفعله. أحسن الله إليك. ففيما أرى عجب غير أن بيان التفرق ما أعجبه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يذهب العلماء ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده. وعن سفيان بن عيينة قال: اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم به ائتمروا. وقال أيوب رحمه الله: ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. وقال عبد الله بن المعتز: لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. وإنسان مخفوض، معطوف على مخفوض، مضمومتين يا شيخ. لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. أيوة نعم، أي نعم، أحسنت، نعم. وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها. وهذا 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 القيد الجميل حررناه في بداية كلامنا عن مقصود الترجمة لهذا الباب. نعم. وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم بعدم الفهم. أحسن الله إليك. لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها. وهذا هو الحائل بين العامة وبين الطلب الحجة، والله أعلم. ولم يختلف العلماء أن العامة عليهم تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة. بميزه بالقبلة، يعني بتمييزه للقبلة، يعني إنسان أعمى ويثق في أحد الناس أنه يميز مكان القبلة فيقول له: القبلة هكذا، فعليه أن يتابعه. أحسن الله عليك. بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه. فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتية، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. يقول المؤلف رحمه الله: وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتا رجوت في ذلك جزيل الأجر، لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه المنثور، وهي من قصيدة لي: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضري، واصغي إلى قولي ود بنصيحتي، واحفظ علي بوادري ونوادري. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر، تبا لقاض أو لمفت لا يرى عللا ومعنى للمقال السائر. فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر. ثم الصحابة عند عدمك سنة، فأولئك أهل نهى وأهل بصائر. وكذلك اجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابري، اجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر. وكذا المدينة حجة إذ أجمعوا
متتابعين أوائلا بأواخر، وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد، ومع الدليل فمل بفهم وافر، وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس، فرعا بفرع كالجهول الحائر، والشر ما فيه فديتك أسوة، فانظر ولا تحفل بزلة ماهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه، ومن أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر وهو يرى أن غيره أرشد منه فقد خانه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. وقال المزني وأنا أورده قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال نعم أبطل التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. وإن قال حكمت فيه بغير حجة، قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: إن عندكم من سلطان بهذا، أي من حجة بهذا، فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت عليه، قيل له: إذا جاز تقليد معلمك لأنه لم يقل إلا بحجة خفيت عليه، فتقليد معلمك أولى، لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليه. فإن قال نعم ترك تقليد معلمة، وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي إلى أصحاب النبي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له نقض قوله وقيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما، ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما؟ وهذا يتناقض، فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علما من هو فوقه إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك، قيل له وكذلك من تعلم من معلمك قد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فليلزمك تقليده وترك تقليد معلمك، وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك. فإن فاد قوله جعل الأصغر، ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع، والتابع من دونه في قياس قوله، والأعلى الأدنى أبدا، وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحا وفسادا. انتهى نعم. طيب إذن هنا خلاصة هذا المبحث أيها الكرام الفضلاء التقليد، ونعيد يعني هذا الكلام لمن التحق بنا أو من نسي ما قلنا آنفا مع بعض الزيادات. التقليد ما هو التقليد؟ التقليد أنك أنت تقبل قول غيرك بلا حجة، هو هذا التقليد، ويكون من عالم لآخر لا يعد من العلماء. وهذا اللي نقل ابن عبد البر لما قال: وقال أهل العلم والنظر حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو عليه، فمن بان له الشيء فقد علمه. قال: والمقلد
لا علم له ولم يختلفوا في ذلك. المقلد ما عنده علم. حتى اليام الشوكاني في إرشاد الفحول كتاب جميل جدا يقول التقليد أصله مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها، كمن تقلد ابنا أو زوجة أو دابة إلى غير ذلك. ومنه تقليد الهدي، فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده. وقال رحمه الله: وفي الاصطلاح والعمل بقول الغير من غير حجة. يعني أنت الآن تتبع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أقواله جميعا، لما تكون مقلد ما ينفع أنك تأخذ قول الشيخ ابن عثيمين في مسألة وما عجبتك قول أو لم يعجبك قوله في الأخرى فتروح تأخذها من عند الشيخ بن باز رحمه الله، لم يعجبك القول في مسألة ثالثة تأخذها من عند الشيخ الألباني. لا، هذا ما تتبع الرخص تزندق، لكن تتبع تقليد تقلد العالم في كل ما عندهم، شريطة أن يكون عالم شهد له أهل العلم بالعلم والسلفية والعقيدة السليمة. ولذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله لم يحرم التقليد في الموضع اللي ذكرناه آنفا ولا في غيره، إلا اسمع يا رعاك الله، إلا على العلماء وطلبة العلم الذين يعرفون الأدلة والنظر فيها. هنا ما ينبغي أن تقلد، ينبغي أنك تتبع الدليل. يعني أنت ماشي في مع عالم بعينه يقول في صلاة الجماعة أنها سنة، أنها مستحبة ليست بواجبة، وأنت طالب علم وعالم وتعرف الأدلة. هنا قال الشيخ بن عثيمين هنا التقليد حرام، لا عليك أن تتقي الله. أما العوام اللي ما عند الدليل فالتقليد في حقهم جائز بل واجب. ولذلك قال الشيخ في الشرح الممتع على الزاد، قال: وعلم من قولنا بأدلتها أن المقلد ليس فقيها لأنه ما عنده دليل، فله أن يقلد لأنه هنا عامي، وهذا إجماع كما ذكره ابن عبد البر. أما من يعرف الحق بدليله عليه أن يتبع الحق وإن خالف شيخه. وقال أيضا: والممنوع في التقليد أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ به على كل حال ويعتقد أن ذلك طريقة إلى الله عز وجل فيأخذ به وإن خالف الدليل. هذا ممنوع، هذا ممنوع، فعليك أن تتقي الله في نفسك. أما من له القدرة على الاجتهاد كطالب العلم الذي أخذ بحظ وافر من العلم فله أن يجتهد في الأدلة ويأخذ بما يرى أنه الصواب أو الأقرب للصواب وإن خالف فيه مذهبه وشيخه. وأما العامي وطالب العلم المبتدئ فيجتهد في تقليد من يرى أنه أقرب إلى الحق لغجارة علمه وقوة دينه وورعه. انتهى من رحمه الله من شرح كتاب العلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وإياكم يا حبايبي.